جل جلاله وعم نواله أن يظهر نور سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. حرك في قلب عبد الله بن عبد المطلب أن يتزوج، وقال عبد الله لأمه: يا أمه، أريد منك أن تخطبي لامرأة ذات حسن وجمال وكمال وقد واعتدال وحسب ونسب عال، ثم إنها دارت أحياء قريش وبنات العرب، فلم يعجبها إلا آمنة بنت وهب. مرحبا بك يا محمد. فقال عبد الله لأمه: يا انظري إليها مرة ثانية. فمضت ونظرتها فإذا هي تضيء كأنها كوكب دري، فأنقذوها أوقية من الذهب وأوقية من الفضة ومئة من الإبل ومثلها من البقر والغنم، وذبح وأصلح طعام كثير لأجل عرس عبد الله، وزفت له الشعراء هو اللي يشفع لنا، هو اللي يشفع لنا.
الخضوع ونادي ربك يا هو قب الخضوع ونادي ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه واسألوا مسألة وفضلا إنه واسألوا مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلين يداه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه هو أول هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن عين عين وصل على ابو القاسم ليس العيون تراه واذا بليت بقربة او غربة فادعو الإله وقل سريعا يا هو Thank you.
بينما أنا ذات ليلة في لذة المنام في أول شهر من شهور حملي وهو شهر رجب الأصاب. مرحبا 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 بك يا محمد. إذ دخل علي رجل مليح الوجه طيب الرائحة وأنواره لائحة وهو يقول مرحبا 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 بك يا 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 محمد. صلى على الحبيب سيدنا محمد. قلت له من أنت؟ قال أنا آدم أبو البشر، جئت لأبشرك بفخر ربيعة ومضر. إذا مدح الشعراء وأرباب عصرهم مدحت الذي من نوره الكون يبهج. ذكروا ليلى 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 وإذ ذكروا ليلى ولبنى فإنني بذكر الحبيب الطيب الذكر ملهج. لقد شاقني زوار قبر محمد، لقد شاقني زوار قبر محمد وشوقي مع الزوار يسري ويدلج. تظل الحوادي بالهوادج تغتدي وما لي في ركب المحبين هودج. بلاد بلاد بها جبريل يسحب ريشه وينزل من جوف السماء ويعرج. بلاد بها جبريل يسحب ريشه وينزل من جوف السماء ويعرج بس وصلوا